مواضيع. ودورنا اللي احنا بنقول لحضراتكم وتابع معانا كل مرة هنقول لكم كده، مش هنزهق اللي احنا نقول للجماهير كده. بنكشف لكم حاجات وحضراتكم تتابعوا وتشوفوا احنا عندنا حق وبنخاف على النادي الاهلي ولا لا. كمان البعض اللي بيشخصن، مش هنجري ورا مين قال ومين عاد ومين عمل ومين سوى، لان احنا اكبر من كده بكتير. الاهلي اللي الناس بتجري وراه، واحنا هنا بنمثل الكيان الكبير النادي الاهلي، ملتزمين اكيد باخلاقياتنا، لكن مستمرين في عملنا لكشف الوضع السيء اللي احنا بنشوفه. كنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت وقلنا لكم البدايه كان فيها ايه والنهايه كان فيها ايه. اتفاجئنا بحاجات غريبه جدا جدا. اهم حاجه عندنا قول يمين قول شمال، ورانا قاعده كبيره بتحترمنا، لكن في الوقت الصعب اللي احنا شفنا فيه وعرضنا لحضراتكم الحقائق بما يرضي الله، اخترنا الحق واخترنا ندافع عن الاهلي. هنتهاجم عشان كلمه الحق في الزمن الصعب ده؟ طبعا هنتهاجم. عارفين اللي احنا هتقوم قومه؟ طبعا عارفين وحافظين وعارفين الاجواء كلها هيبقى بعدها ايه، ومذاكرين وحافظين كل واحد بيفكر ازاي. بس اللي يرجع من كلمه الحق ده يبقى شخص جبان. فاحنا بعد الحلقه اللي فاتت ناس بتتكلم كتير وناس تعمل شغل غريب، مش مشكله هنتجاوز ده، لكن خليني اقول لحضراتكم على حاجه. مكملين في طريقنا لان هو ده كلمه الحق. فاللي انا عايز اقوله نقطه مهمه جدا جدا جدا. لما بتقول الحق بتلاقي بلعات خرج منها كازورات، واهل الباطل عايزين يطلعوا سفاق. فاول بعد الحلقه على طول شفنا البلعات واتفتحت كانك في مستنقع، فظهر لحضراتكم كل واحد. احنا اتكلمنا على الاهلي ولا شخصنا ولا دخلنا نفسنا في جمله مفيده، احنا بنتكلم لو سمحتوا يا جماعه الصوت جوه لو سمحتوا. فبتكلم على نقطه مهمه جدا. لما اتكلمنا في امور وكشفنا لحضراتكم كل حاجه، فاللي ظهر لنا بلعات ومستنقع اتفتح بطريقه غير طبيعيه. ده احنا بنقول لك ناديك، بنقول لك بندافع عن ناديك، ولا بنعمل حاجه لنفسنا ولا لشخصنا ولا لاي حد، بنكشف لحضرتك الكلام اللي كان بيتقال ايه واللي ما بيتقالش ايه. فلقيته المستنقع لما اتفتح. على العموم هنقول في المستنقع ده كلمه. تاريخنا ما فيهوش حاجه غير اخلاقيه، تجيبوا بقى ولا تقربوا الصاله وتقطع من هنا وتعمل من هنا، ولا بنتهز ثانيه، لان اتعاملنا مع ناس اكبر منكم بكتير، ومحدش عارف ياخد ولا حق ولا باطل، لان في تاريخنا مره تانيه مفيش اي حاجه تمس الشرف والاخلاقيات، وده الاهم وده الاهم، واكيد انتوا فاهميني. وده الحمد لله رب العالمين هبه من الله. فكان مهم جدا ابتدي مع حضراتكم عشان انا مستمر في الخط ده. بعد ما اتكلمنا خلال الاسبوع وشفنا امور كتير جدا، اللي عمال بقى يجري على برامج عشان ياكد اللي كلامه صح ويدافع بطريقه ويدافع عن نفسه بطريقه غير مباشر. لكن اوعدكم حتى لو احنا مش موجودين على قناه النادي الاهلي، الاهلي للاهلاويه، مش هنسمح باي حد غير ولاد الاهلي هم اللي يبقوا موجودين. تروحوا بقى برامج، تلفوا، تيجوا شمال تيجوا يمين، تقولوا اللي تقولوه، تقللوا مننا، تمحوا تاريخنا، تتكلموا في امور صعبه. احنا الاهلي عنده سمو واحترام واخلاقيات غير طبيعيه. يجي يقول لك البرنامج فيه الفاظ، يجي يقول لك البرنامج بيهاجم الرموز. طب انا هقول حاجه، اللي هيطلع فيديو واحد اتقال فيه لفظ غير مقبول ليدخل بيتنا، احنا مستعدين نتحاسب. لكن عاملين زي مثلا جمهور النادي الاهلي وبقى بيهتف وبيقول اغانيه على سبيل المثال، فيجي يقول لك الحق بيشتم الشرطه، الحق بيشتم المؤسسه العسكريه، وده كذب. يا جماعه احنا شايفين وشايفين الفيديوهات وشايفين، فانتوا المنهج بتاعكم ده مش هيمشي معانا، لان تاريخنا ما فيهوش حاجه تمس الاخلاق وتمس السمعه. فنخاف من ايه؟ تقطعوا فيديوهات كذاب؟ والله لحتى الان ولا تهز سنتي. بس انا بحب اصارحكم واتكلم معاكم. لكن
ناس بقت شويه، واحد يجري بالقلم بتاعه والتاني يجري على القناه، عشان كشفنا لحضراتكم كل حاجه. بقول لكم حمله ممنهجه بكلام ممنهج ببرنامج ممنهج كل يوم كل يوم كل يوم، والاهلي بينتصر او الجمعيه العموميه تنتصر في ظل المواقع وظل بعض الصحف وبرامج ممنهجه، والنادي الاهلي الجمعيه العموميه الواعيه راحت تحط دستورها وراحوا 15,000. انتوا متخيلين النادي الاهلي كان بيناقش مليار جنيه، عارفين راح كام واحد يا جمهور النادي الاهلي يا عظيم؟ راح 800. الجمعيه اللي قبلها راح مش عارف 3,000. النهارده جمعيه في ظل الضغوط دي يعني المفروض ما يروحش حد، والكل كان بيراهن على 1000 2000، عارفين راح كام؟ 14,975. والاغلبيه بحترم اللي قال لا وبحترم اللي ابطل صوته بس راح، وبحيي اللي وقف جنب ناديه، الكل بنحييه. فمن هنا طبعا دي حاجه توجع الناس كلها، وطبعا دي حاجه تسبب الم كبير جدا جدا جدا، وتخليك متوتر وتخليك متشنج وتخليك عمال تجري في كل الاتجاهات، وتخليك تطلع في البرامج تلحق نفسك وتدافع عن موقفك. فلا ولا الاهلي كان بيشتغل ضد وزاره، ولا الاهلي كان بيشتغل ضد لجنه اولمبيه. الاهلي جمعيته العموميه هي اللي طلبت اللي مجلس الاداره يشتغل على راحتها ويتعامل في مقرين. فانا اشتغلت لان الجمعيه العموميه دي هي اللي جايباني، اللي فيه غلط طالما القانون بيسمح لي. تطلع بقى واحد معاه شويه حبر يقعد يملى علينا. انا لما باجي اتكلم في القانون ما بتكلمش عمري. دخل معانا الدكتور محمد فضل الله، الاستاذ ابراهيم فكري، الاستاذ رجاء عطيه، بنسيب القانون للاهل القانون. لما نتكلم في فنيات اللي بيكتب يستنى على جنب شويه، احنا نكلمك في 4-4-2 4-3-2-1 4-3-3 ونحول الطريقه ازاي، والباك يعمل ايه، والباك ليفت يعمل ايه، والباك رايت. ما اعتقدش كمان هتوحونا في دي، ولا بطلع اقول لك كان واخواتها، ولا بطلع. ما انا لو قلت كان واخواتها بتاع السيده زينب هيزعل مني، وبتاع امبابه هيزعل مني، وبتاع الحضره في اسكندريه الاهلاوي هيزعل مني، وبتاع اسوان وبتاع الاقصر هيزعل. هيقول لك كابتن شادي احنا، انا عارف اللي انا هقوله ده نسبه منه بسيطه غلط، لان اللغه العربيه بقت شبه حتى على مستوى، كمان انا هتكلم بمنتهى الصراحه، على مستوى الضيوف تلاقيه قليل جدا، لكن عالم كره القدم بيخاطب الاول الناس البسيطه. فمن هنا بنخاطب وبنتكلم باللغه بتاعتكم، وبنتكلم بالسهل الممتنع. السهل الممتنع اللي الكوره تبقى معاك، تدي زميلك اللي قدامك وما تفتيش وما تعملش فيها جهبذ عشان ما تغلطش. فاحنا بنلعب السهل الممتنع مع جماهيرنا، وجماهيرنا بتحب اللون ده والشكل ده. لكن اجي اقول لك ولماذا ابو تريكه مررها لبركات في المساحه الخاليه؟ هتزهق مني. فاجي اقول لك اللاعب لازم عنده اصرار ويجري بسرعه عشان لما ابو تريكه لعبها له، وهكذا. هي دي لغه الكوره، مش بتاعه بقى كان واخواتها ونطلع نبرر. احنا كارنيهنا مش عارف من كام سنه، اللي كارنيه ان شاء الله من امبارح تقف جنب ناديك بشرف، لكن مش هتقف لان هو مش ناديك. فمن هنا الاهلي للاهلاويه، الاهلي لاولاده اللي ابتدوا يظهروا وتشوفوهم على الشاشه ما كانوش اساسا ليهم اي فرصه، وتطلع ناس كان ليها مصالح تقاتل عليها. يا راجل بنشوف ناس، والله احنا ناس اشتغلنا في النادي الاهلي عمر، ما اشتغلناش مع جيل ابو تريكه بس بالمناسبه، حضرنا حسام وابراهيم هم في الاهلي، وليد صلاح الدين، وادي خشبه، وياسر ريان، وسمير كمونه، وعلي ماهر، وكان جيل محترم جاب 7 دوري للنادي الاهلي. فعارفين القواعد، لو احنا عاشرنا جيلين كمان فالقواعد دي عارفينها من قبل برضه، وبعد كده زادت عندنا بعد كده. وعارفين مين بيعاشق للنادي الاهلي، ومين اللي بيستفاد من القناه، ومين اللي يستفاد من مجله، ومين بيستفاد مش عارف ايه، ومين اللي عايز يقلب الترابيزه عشان اهداف. مع كل ده انا بحكيه لكم، وبحاول او كل حلقه اتكلم في الموضوع ده، لان الاهلي كان فيه خطوره عليه من اصحاب المصالح. طبعا كان فيه،
هتقول ما انت مصلحتك هنا قاعد عشان بتدافع عن رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، في صراحه اكتر من كده؟ طب ما رئيس النادي الاهلي عامل قناته موجوده ليه؟ عشان نقول كلمه الحق. لكن لما كان في اخطاء كنا بنقول النهارده الاهلي واخد كل حاجه، العاب جماعيه واخدها محليا وافريقيا، الكره قدم دوري وكاس، ناقص بطوله افريقيا، عاوزني اقول ايه؟ طب ما حد يغششنا طيب، ولا اطلع اهجص اقول لك الثوابت مش موجوده ومش هو ده الاهلي يعني. مره المليون بتكلم ده رايي انا الشخصي، ولا اقصد لما احب اتكلم هقول الاسم، ولما احب اقول مين غلطان مش 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 شخصنا ولا برنامجنا اللي بنلقح كلام، بنعرف المواجهه، بنعرف اللي احنا نواجه ونشوف لو احنا غلطانين نرفع ايدين، احنا اسفين اللي قلناه ده فعلا ما كانش عندنا حق فيه. لكن لما نقول لك بنكلمك في امور عشنا فيها وعارفينها وعارفين مين اللي بينتمي للاهلي ومين اللي بيحبه، تطلع بقى نجري على البرامج ونجري على الصحف ونجري نكتب كلام ملوش لازمه ونقول كلام مش حقيقي. طيب هبتدي معاكم النهارده عشان انا هستمر في مشواري، الاهلي عندي اهم، الاهلي عندي اهم، النادي اللي لحم كتافنا ده كله من الاهلي، لولا النادي الاهلي ولا نبقى على الشاشه دي ولا في اي حته اساسا ولا في تاريخنا يبقى عدد البطولات دي كلها. زيفتوا الحقائق وقلتوا ما فيش بطولات، زيفتوا كابتنه الاهلي، زيفتوا امور كتير، زيفتوا فيديوهات ولا تقربوا الصلاه، لكن ما عندناش حاجه تمس السمعه ولا الاخلاقيات ولا تمس الشرف. ده الاهم. النهارده في ناس بتعاملها في حياتك بتشوف اللي هي ناس كويسه، ولما يتغير يبقى سيء، هتقول عليه كويس ازاي؟ انا مش فاهم. فانا مش عايز ادخل في تفاصيل، عايز ادخل في الموضوع النهارده اكتر بشويه. هتقولوا لي ايه اللي عندك؟ اللي عندي اللي قبل النادي الاهلي ما يعمل جمعيته واخد قراره وانحاز لجمعيته العموميه وانحاز للناس اللي جابته، وقف وقفه صح. الناس كلها القانونيين وقفتك صح، مفيش اي حاجه ملهاش علاقة، واحنا الكبار، الاهلي ده كبير قوي، ما طلعناش ولا هنطلع نقول انتصرنا على الوزير، انتصرنا على اللجنة الأولمبية. اللي يعمل كده يبقى مش فاهم حاجة، لأن الاهلي ده كبير قوي، الاهلي جمعيته العمومية هي اللي انتصرت للحق، ده قولا واحدا. طب ايه اللي حصل قبلها؟ هرجع اقول لكم تاني النهاردة. صحف قومية، اسطمبة واحدة الكلام. دي بطلة ولسه ما ابتدتش ومش عارفين حاجة. صدروا للجمعية العمومية إحباط عشان ما حدش يروح. مواقع عمالة تقول منديل والأهلي الجمعية العمومية بتقبل رشوة منديل ومية. حتى تجاوزنا في حق جمعيتنا العمومية. مش عارف برنامج شغال ليل ونهار. طيب. الكلام ده حضراتكم شفتوه، وفي ظل اللي انتوا شفتوه مرة تانية كلام متكرر، مرة تانية وتالتة ورابعة. يعني ناقص 75 فرد، قول 15,000 اللي حضروا الجمعية العمومية. راحوا ساندوا وقفوا قالوا كلمة الحق، قالوا عايزين نكتب دستورنا، قالوا احنا مع الأهلي مع نادينا بنرفض الوصاية. خلاص الموضوع الناس قالت كلمتها، هتعمل ايه بقى؟ خلاص كمجلس اداره عمل اللي عليه وكاعضاء جمعيه عموميه، والموضوع خلاص بقى فيه هدوء وبقى فيه محدش بيعمل تصريحات. والطبيعي اللي قناه نادي تساند وتعمل دفعه وتحشد وتقف جنب ناديها، وده الطبيعي وده الطبيعي وده اللي احنا اتعلمناه. يا جماعه هقول لحضراتكم على حاجه عشان ابقى الامانه تبقى موجوده. احد المذيعين طلع في برنامج يوم مش يوم، تمام؟ وهو السؤال هنا ونفسي تسالوه معايا وبمنتهى الهدوء. وحد تاني قاعد، لو قال له لا انت مش هتطلع معايا هيعمل فيه ايه؟ هيقول له بنشكرك
على الوقت اللي انت قعدته معانا، مع السلامه. بدون ذكر اسماء، يا اهلاويه يا محترمين يا جدعان، يا اللي ما بتنسوش نجومكم اللي فرحوكوا في يوم من الايام، وفي جيل مانويل جوزيه تحديدا كان في حد تجاوز في احد اللاعبين، خرج من الهوا، اتقال له شكرا مع السلامه لانه تجاوز في حق لاعب، ومش هقول اسماء. ولو انتوا عايزين تعرفوا حقيقه اكتر من كده اقول لكم، في يوم من الايام حد تجاوز كمان في حق مانويل جوزيه في الكلام. مانويل كان غضبان جدا عشان الكلام كان صعب جدا على شاشه النادي الاهلي، والراجل كان وجهه نظره ان الكلام يبقى بره ما يبقاش جوه البيت. بعد الهوا على طول اتوجه له الشكر. فالنهارده ككابتن سابق للنادي الاهلي بقول لكم اقفوا جنب ناديكم للمره المليون، وحسبت لكم النهارده مره ثانيه وثالثه، عمري كلاعب وخير النادي ده عليا هقول كلمه الحق، حتى لو مين هاجم، لو فضل واحد بس يسمعني. انا بحكي لكم مواقف رغم اللي عندي امور كتير جدا اتكلم فيها، لان هو ده اللي احنا اتعلمناه جوه القناه. واتشرف ان انا في يوم من الايام كنت موجود، وكان رئيس القناه الكابتن، رئيس القناه مش هقول الاسم، لكن كان رئيس النادي الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب نائب رئيس النادي. انا مش موجود في عصر بس المهندس محمود طاهر، لا انا موجود من قبل كده. فمن هنا السيستم اللي كنا ماشيين بيه قبل كده قدام ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بنعمله النهارده، عشان الناس تهدى على نفسها شويه وتفهم ان المبادئ لا تتجزأ، ومبدأنا واحد مهما عملتوا ومهما حاولتوا تتكلموا في قلنا ايه وعملنا ايه. صدقوني انا حكيت لكم واقعتين بسيطه جدا داخل قناه النادي الاهلي، وعندي اكتر من كده اقوله، لكن الامانه هي الاهم، واللي نقف جنب نادينا ده الاهم. الاهلي اهم من البرنامج ده، والاهلي اهم من الاشخاص، والاهلي اهم من اي مخلوق، لان هو ده الاساس، هو اللي حببنا، هو اللي فرحنا، هو اللي ما بيننا وما بينه قصه حب وعشق. الاهلي صح ولا ايه؟ ولا على المزاج؟ ولا هنسمع كلام المستنقعات اللي اتفتحت، البلعات اللي اتفتحت وطلعت ريحه نتنه وعفنه؟ هنمشي ورا ده؟ امشوا ورا ده. ولا بعد شهر، ولا بعد شهرين، ولا بعد ثلاثه، ولا بعد سنه، لما تعرفوا اللي احنا كنا خايفين عليكم وبنقول لكم الحقيقه، مش عايزين حد يعتذر، بس عايزينكم تقولوا كلمه الحق زينا. بس هو ده اللي احنا طالبينه منكم، عشان كده مكملين في طريقنا. وهعرض لكم النهارده، خلصنا من فكره قبل الجمعيه العموميه ايه اللي حصل فيها، والصحف كانت عامله ايه، وقلنا لكم من غير ما نعرض اي حاجه، عشان حد كلمنا قال لك جبهات وهيبقى في ناس معاه مشاكل كتير. لا، اخذنا القرار اللي احنا نفتح نار جهنم علينا، ما عندناش مشكله، لان ده الاهلي يستحق مننا اللي احنا نعمل كده. في برنامج مش موجود والحمد لله مرتاحين منه، والدنيا هديت وزي الفل، والدنيا هديت وزي الفل، بس في ناس مصممه مش عارف بتعمل كده لمصلحه مين. هوري حضراتكم على الشاشه دلوقتي جورنالين او احد الصحف موجود فيها. نروح للاهرام يوم 28/8/2017، الكلام ده حمله ممنهجه وكتائب الكترونيه لتشويه صوره حطب واجباره على التراجع عن موقفه. نروح بقى يا جماعه تاني يوم على طول، يوم ايه؟ يوم 29. الاخبار تاني يوم، الاهلي يواصل حرق حطب بالكتائب الالكترونيه، اللجنه الاولمبيه تشترط الكشوف الاصليه قبل. ايه راي حضراتكم؟ ايه راي حضراتكم؟ ده بالنص يا جماعه، بالحرف، ده كان حاجه بتتملى. هي دي الحملة الممنهجة يا جمهور النادي الأهلي يا عظيم. خلصنا من برنامج، دخلنا على صحف. دول أكبر جورنالين في مصر، مؤسستين كبار أنا بحترمهم جدا جدا.
ارجع لي بالمنشتات تاني لو سمحت، ارجع لي بالاهرام. حمله ممنهجه وكتائب الكترونيه لتشويه صوره حطب واجباره على التراجع عن موقفه. ايه رايكم يا جمهور النادي الاهلي؟ مش عايزيننا نعمل الكلام ده؟ عايزيننا نسكت؟ بتزعلوا لما بندافع؟ عايزين نديكوا الناس تهاجموا عادي؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتغير؟ ارجع لي للاخبار، اتفضل. الاهلي يواصل حرق حطب بالكتائب الالكترونيه. ايه راي حضراتكم يا جماهير النادي الاهلي اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي؟ ايه راي حضراتكم؟ الكلام ده امتى؟ ده بعد خلاص ما خلصت الليله والنادي الاهلي بقى الموضوع هادي عنده، وسياده الوزير الموضوع هادي عنده، واللجنه الاولمبيه الموضوع هادي. كلمه الكتائب الالكترونيه على النادي الاهلي بيعمل كتائب الكترونيه. هنا السؤال واللي انا هسال فيه جمهورنا العظيم وهسال فيه اعضاء الجمعيه العموميه، ايه راي حضراتكم في اللي بيحصل ده؟ بتتخلوا عن ناديكوا؟ بتحب الاهلي ولا لا؟ بتضعف موقف ناديك ليه؟ بتحب الاهلي ولا لا؟ هو السؤال هنا. انا عارف ان البعض مش عضو في النادي وبخاطب الجماهير بشكل كبير، وكمان هخاطب اعضاء الجمعيه العموميه. ايه راي حضراتكم؟ كمان ده مش حق؟ ده مش موجود؟ ده مش لجان الكترونيه؟ اللجان الالكترونيه بتاعت الفشله، اللجان الالكترونيه بتاعت اللي ما بيحققش حاجه الفاشل، اللجان الالكترونيه بتتعمل من الضعيف، اللجان الالكترونيه بتتعمل اللي هو لا حول ولا قوه، مش لاقي حد معاه، غلبان. طيب لكن عمر الاهلي ما كان غلبان، الاهلي قوي، الاهلي قوي، الاهلي كبير بجمهوره واعضاء جمعياته العموميه. انا باظل لحضراتكم في الظروف المفروض اللي فيها هدوء، مكملين الناس مكمله. طب لمصلحه مين؟ طب بصوا الاخبار بتاع بكره، اتفضل معايا يلا وري جماهير الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه الاسترشاديه على ابواب الاهلي. طب هو حد قال حاجه؟ هو انت بتستبق الاحداث ليه؟ بتوجه ليه؟ هو انت داخل بتضغط ليه؟ يعني عايز تشارك في اللعبه ليه؟ مصلحتك ايه؟ طب قول لي، قول لي، عشان خلاص والله احنا واخدين اتجاه ضد مجلس الاداره ده، واخدين اتجاه ضد النادي الاهلي. خلاص اقول لكم على حاجه، عارفين ايه الكتائب الالكترونيه اللي انتوا بتعملوه ده على النادي الاهلي؟ انتوا الكتائب الالكترونيه، كتائب صحفيه موجهه. واحد، بتعملوا كده ليه؟ اتنين، مصلحتكم ايه؟ تلاتة، عاوزيني من النادي الاهلي؟ اربعة، مين بيوجهك؟ مش هقول حاجة تانية صعبة، مش هقول حاجة تانية صعبة. مين اللي بيخليكم تعملوا كده؟ مين اللي بيوجهك بالشكل ده؟ مين اللي خلى النادي الاهلي قال كلمته واعضاء جمعيته العموميه؟ في ناس بتحب في الحياه اللي احنا فيها تنصب نفسها ملك اكتر من الملوك، لان مع ناس مصالحها هتضيع وخلاص، هيبقى هيستنى سنه اتنين تلاته اربعه، وفي ناس كروشها حتى هتدلدل، ما بتعرفش ربنا، بتعرف ربنا في أوقات وبتنسى ربنا في أوقات. فكلام صعب، أنا ده نادية وده الحق اللي لازم يتقال. أنا ليا بعض الأسئلة، ليا بعض الأسئلة لجماهير النادي الأهلي، وخصوصا لو هي معترضة علينا. أنا النهاردة شغلتي أنقل الحدث الموجود، أو أنقل الصورة اللي حضرتك مش شايفها. في البعض اتجه للسوشيال ميديا بيتابع منه الاخبار وبيدخل منها، وفي البعض مش مركز مع الصحف، وفي البعض مش مركز، لكن ستظل المؤسسات دي كبيره رغم البعض الاخطاء دي، لكن ستظل نحترمها. لكن ايه راي حضراتكم يا جماهير النادي الاهلي؟
بتقبلوا على ناديكم الكلام ده عادي؟ مبسوطين؟ احنا بقى ما بنقبلش. احنا ما بنقبلش. لأن الأهلي كبير قوي، مش هنعدي الهفوة. ودي نوعية برنامجنا. مع جمهورنا اللي هنقاتل السنة الجاية يبقى موجود، وعاملين ملفات إن شاء الله. وحلقات هتشوفوا هنيسر للناس كلها مسؤولين، هنديهم حلول غير متوقعة للجماهير. ما حدش فكر فيها قبل كده. يجي يقول لك ده بتاع جماهير، ايوه بتاع جماهير. لان الجماهير دي كنا بنكسب عشان نحتفل وسطهم. يجي يقول لك ده بيغني اغاني، بيعرض اغاني جماهير، امال اعرض اغاني، امال اشغل عزا واحنا في عزا؟ بيقول لك بيشغل اغاني شعب. لا اله الا الله. باطل باطل يراد به حق. يا جماعه فريق العمل الموجود ده، البرنامج ده كان بيقول لكم على الحلوه والمره معاه. المشكله جرب تدخل الاستاد بزايد بالجمهور، هفضل ازايد واغني اغانيهم لان الناس كلها حافظاها. بنقعد مع ولاد، كنا عاملين حلقه، انا اتذكر ابن عم حسني المشجع الاهلاوي الاصيل كان ابنه موجود وكان موجود معانا من 3 اسابيع. قلت له قول لنا انت بتروح الاستاد مع والدك وكده؟ قال لي اه طبعا حافظ اغاني كتير على الهوا. واتفاجئنا، قلنا له طب قول. قال لك من ثالثه شمال الاغنيه دي بتتقال في الوقت الصعب. احنا حافظين لكن انتوا مش حافظين، انتوا بتزايدوا عشان مصالحكم. احنا عندنا قضيه، قضيه الجماهير والجماهير المحبوسه، واتكلمنا اكتر من 12 حلقه. لكن احنا مش قضاء، لكن بنحترم القضاء. احنا مش جهة اختصاص اللي انا احقق، لكن دوري اقول ابقى وسيط ما بين ده وما بين ده. حتى دي كمان بتزايدوا عليها. قلنا لا للتعصب، زايدتوا علينا. قلنا مدرجات خاوية، قعدوا الجماهير لغاية لما المدرجات بقى فيها قطط هي اللي بتقعد، وحضراتكم شفتوا في مباريات كتير. قلنا الكورة للجماهير مش لحاجة تانية، للمتعة. أنا دوري أوجد حلول وحضرتك وكلنا نشتغل، الجماهير تبقى موجودة. لكن لسه هنقعد 5 سنين و6 سنين من غير جماهير، ويجي يقول لك ده بيهاي الجماهير، ده مش عارف إيه، بيزايد بيهم. مزايد على إيه؟ قضيتنا قضيتهم، لأن إحنا منهم، بنتكلم بأسلوبهم، بنتكلم بعقليتهم. لكن أنتوا سطر، تمشوا على سطر وتسيبوا سطر. انتوا يوم الجماهير وحشين وارهابيين وبيجيبوا الفلوس منين ومين اللي بيمولهم، ويوم تاني لما تلاقوا اي مسؤول يتكلم في على سبيل المثال الكره للجماهير بكل لغات العالم، ايه الجمال ده؟ وايه الحلاوه دي؟ وايه النظام ده؟ عايزين الشكل ده وعايزين الحلاوه دي. مش ده اللي بيحصل. لكن هي كانت قضيتنا وكنا مبسوطين لما لقينا الجماهير بتعمل ده. حتى دي ما رحمتناش فيها. مفيش واحد في مصر للامانه، وهقول كلمه حق، واللي انا مبسوط اللي هو بقى اهدى شويه الكابتن خالد الغندور على النادي الاهلي، اهدى نسبيا من زمان، وخلينا نتكلم بصراحه مع بعض. مبسوط اللي متبني جماهير نادي الزمالك، لان انا هفضل اقول في غلط، كلنا بنغلط في الحياه. لكن كلمة سجن واسم بتبقى صعبة على بيوت محترمة. فهو متبني المحترم. فمن هنا بحييه. رغم ان انا ممكن اختلفت وهفضل اختلف معاه في حاجات كتير، ولكن لما حد يعمل حاجة محترمة لازم نشيد بيها. وهو بصراحة اتفرجت على أكتر من حلقة، مش هقول زي ناس كتير تشوف وتتفرج وتسرق وتقول لك ما بشوفش. وتسرق مجهود الناس وتعب الناس وبس يغيروا في اسماء الفقرات ويقول لك ما بشوفش. لكن احنا لا، بنشوف كل الناس. فبحيي الكابتن خالد الغندور على مساندته لجماهير نادي الزمالك، ودي حاجه كويسه. وده يدعو لما كلنا نبقى ايد واحده وندافع عن قضيه، لما بكره ينضم لنا واحد ثالث وبعده ينضم لنا صحفي محترف محترم مؤمن بالقضيه، هنقدر نحط الحلول كلنا مع بعض. لكن حتى دي
عشان يستقطبوا الناس، عشان تشتم ويخليها تقول الفاظ. ده بيشتموا الجماهير وما فيش، وناسين الجماهير. يا راجل بعد كل ده اسالوا الاسر. انا مضطر ان انا اقول كده مش دفاعا عن نفسي، لكن هي دي الحقيقه اللي يعلمها الله. اللي يعلمه الله، اللي يعلمه الله، اللي الضمير موجود طول الوقت، والاسر عارفه والاسر موجوده والاسر تعرف احنا بنعمل ايه. احنا مش فكرنا اللي بنشتغل بيه الماديات. في ناس دماغها كده طول الوقت، عشان تساعد يبقى لازم ماديات. لا، في ناس عايزه كلمه حلوه، في ناس عايزه تطبطب عليها، في ناس عايزاك تحترمها وتحترم عقولها، في ناس عايزاك تساند وتقف جنبها حتى لو على المستوى المادي، لكن مش تطلع تفضح الدنيا ونطلع نضحك على الناس. فمن هنا بيكوا انتوا وباخلاقياتنا مكملين معاكم. فهنا الاسئله اللي انا هسالها الاخيره قبل ما اطلع لفقرتي الاولى. رقم واحد، انتوا يا فين يا جماهير النادي الاهلي من اللي بيحصل ده اللي انا عرضته لحضراتكم؟ بتهاجموا ليه؟ بتضعفوا موقف ناديكوا ليه؟ وانتوا شايفين كل يوم الاهلي بعد ما اتقال عليه اهلي بيزور والاهلي بيعمل. النهارده لجان الكترونيه، اللجان الالكترونيه دي بتاعت الفشله، بتاعت الفشله اللي ما بيحققوش حاجه، لكن احنا نادينا كله بطولات وكله نجاحات، خصوصا السنه دي كمان. اسئلتي ليه كمان اللي انا عرضته من شويه، انتوا بتعملوا ليه كده في الوقت اللي فيه هدوء؟ بتعملوا كده ليه مع النادي الاهلي العظيم؟ لو عندكم مصلحه قولوا لنا هي ايه؟ لو عندكم اي اهداف قولوا لنا هي ايه؟ لكن اربق بمؤسستين كبار اللي يتحطوا في مربع صحف صغيره وصحف بسيطه، يبقى نقارن زي ما بنقول، وخلينا نقول كلمه حق، زي ما بنقارن النادي الاهلي العظيم نقول في ما ينفعش في لوائح نقارنه بمركز شباب اوضه وصاله، يبقى زي الصرح الكبير العملاق الاهلي. فكذلك التصرفات دي اللي احنا بنشوفها، ما ينفعش اقارن مؤسسات كبيره طلعت اجيال كبيره بحاجه تحت بير السلم وشغل في الخفاء. اتقوا الشبهات واتقوا ربنا في الاهلي، وكفايه يسيبوا الناس تشتغل اربع سنين ضغط، اربع سنين عاوزين مصالح. وانا عارف اللي ده سيزون الكروش كلها بتدلدل فيه، لكن انا عرضت وكفانا من اللي بيحصل دوت في الهدوء اللي احنا المفروض عايشين فيه. ده هدوء وده استقرار، لكن انتوا اللي بتضغطوا على المسؤولين عشان تطلعوا لنا منتج تحرقوا بيه الدنيا وتولعوا بيه الدنيا، مش الاهلي اللي